أبو لولو النهاوندي قاتل عمر بن الخطاب لعليه لعائن الله. السلام عليك يا أبا لولو النهاوندي، السلام عليك أيها البطل الشجاع، السلام عليك أيها المظلوم، السلام عليك الذي أدخلت الفرح في قلب الزهراء عليه السلام، السلام عليك يا من أدخلت السرور في قلوب المؤمنين وأغطى المنافقين أتباع عمر بن الخطاب اللعين. اللهم صل على محمد وآل. ما عندنا ثقة بتاريخهم، يعني نحن نرجع إلى تاريخنا، وتاريخنا يقول أن أبا لؤلؤ رضوان الله تعالى عليه حماه أمير المؤمنين عليه السلام، ثم بكرامة منه جعله يتمكن من أن يهرب من المدينة المنورة ويصل إلى كاشان، واستوطن في كاشان ونقل هذا عبر الأجيال، استوطن وعاش هناك إلى أن وافته المنية ومات، وقبره ومزاره هناك معروف ويزوره العلماء قبل العوام. وبالفعل يظهر الشيعة عداءهم للفاروق متبركين بزيارة ما يزعمون أنه قبر أبو لؤلؤة والذي يلقبونه ببابا شجاع الدين، ورغم ما ثبت في الأسانيد الصحيحة من زواج عمر من أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، إلا أن الشيعة زعموا أن عليا حث أبا لؤلؤة على قتل عمر. لا تعتقد دين الروافض إنهم أهل المحال وحزبة الشيطان، جعلوا الشهور على قياس حسابهم، ولربما كملا لنا شهران، ولربما نقص الذي هو عندهم واف وأوفى صاحب النقصان. إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جاني، مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان، حبوا قرابته وسبوا صحبه جدلان عند الله منتقضان. فكأنما آل النبي وصحبه روح يضم جميعها جسدان، فئتان عقدهما شريعة أحمد بأبي وأمي، ذلك الفئتان فئتان سالكتان في سبل الهدى. اخواني امنوا 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 اخواني، اللهم احشرني مع ابو لؤلؤ المؤمن الولي، وليك يا الله يا الله، اللهم احشرني مع ابو لؤلؤ المؤمن الولي، وليك يا الله. واي اشكال لهم علينا في ان الشيعة يكرهون عمر ويبغضونه ويلعنونه في الصلوات؟ عمر ملعون ويجب تجب البراءة لعمر لعنه الله. هذا عمر بن الخطاب لعنة الله عليه. هو عمر لعنه الله. عمر بن الخطاب لعنة الله عليه. والهالك المجوسي أبو لؤلؤة أخذوا يدللونه، فبعد أن كان مسمى بهذا الاسم صار بابا شجاع الدين. هلك هذا الهالك لا رحم الله فيه مغرز إبرة في مؤامرة مجوسية دنيئة اعتدى فيها على الأديم الطاهر أديم عمر الفاروق رضي الله تبارك وتعالى عنه. عمر رضوان الله عليه وهو يموت يقول: انظر من قتلني. قال غلام المغيرة بن شعبة: هو أبو لؤلؤة المجوسي. قال: الحمد لله الذي جعل قتلي على يد رجل لم يسجد لله سجدة. هذا قد قتل في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، فما الذي حمله إلى ديار الروافض المجوس؟ ما الذي حمله إلى إيران؟ له مشهد عظيم يزار، يتبركون به وبه يتبسحون. أبو لؤلؤة رضي الله عنه إن جاء يوم أو هو قد جاء يذكر الناس فيه إبليس فيقولون رضي الله عنه، فقل على الدنيا العفا قد جاء. هم يتقربون بمحبته لأنه قتل الفاروق رضوان الله عليه،
والله ما كان يجرؤ على أن يواجهه كفاه ولا أن يواجه نظرة عينيه رضي الله عنه. فأر أجرب سعلوك، لكنه يحترف الخذر والخيانة. فكان ما كان وأنعم الله على الفاروق بالشهادة كما أخبره بذلك رسول الله. ما الذي حمله؟ ما الذي حمل هذا الجسد النجس والجيفة القذرة من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ديار المجنون؟ كيف عمر؟ معجزات، حدث عن المعجزات ولا حرج. ما دام في الناس من قلة العقل ما فيهم يخدعون باسم محبة آل البيت، فكبر على أهل السنة أربعة إلا أن يشاء ربي شيئا. اللهم أيقظ أهل السنة من سباتهم، ووحد صفهم، واجمع كلمتهم، وألف بين قلوبهم، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنا شيخ، هل يحكم على الرافضة بالكفر أم هناك تفصيل المسألة؟ الرافضة كفر، الذين يسبون أبا بكر وعمر ويسبون سائر الصحابة هؤلاء كفر، علما بأن عندهم عقائد سيئة إلى أبعد الحدود. لو ما يكون إلا أنهم يتهمون عائشة بالزنا والعياذ بالله بعد أن برأها الله منه.